بعد أكثر من 16 عاما من وفاته، يطل علينا الشاعر الكبير عبد الله البرادوني ليذكرنا بصدق تنبؤاته حول المؤامرات والأخطار التي يتعرض لها اليمن والتي طالما حذر منها في بعض روائعه الشعرية. فليقصف لست مقصف، وليعنف أنت أعنف، وليحشد أنت تدري إن المخيفين أخوة. أكثر من 16 عاما من وفاته، ما زال الشاعر والأديب والمفكر الكبير عبد الله البرادوني يصدح بصوته الجهوري وفكره الثوري، يستقرئ المستقبل ويتنبأ به. هو الرائي في الزمن الكثيف والمبصر في الزمن الأعمى. لطالما باحت قصائده بأحداث ومحطات تنتظر اليمن لتكشف الأيام عن الأخطار التي كان يحذر منها، لا سيما من جارة السوء. ترقى العار من بيع إلى بيع بلا ثمن، ومن مستعمر غاز إلى مستعمر وطني. لماذا نحن يا مربى ويا منفى بلا سكن، بلا حلم بلا ذكرى، بلا سلوى بلا حزن. يمانيون يا أروى ويا سيف ابن ذي يزن، ولكنا برغمكما بلا يمن بلا يمن. مثل البرادوني المولود عام 1929 ميلادية في قرية البرادون بمديرية الحدا محافظة دمار عالما واسعا من الموهبة والبيان. طوع الحرف وامتلك ناصية البلاغة، تغلب على إعاقته التي أصابته باكرا نتيجة مرض الجذري، فكان واحدا من عظماء الأدب في العالم، وملأ الدنيا بشعره القادم من أرض بلقيس بنكهة وعبق التاريخ اليمني العريق. أغني لمن للحلوة المرة التي أبرعم من حزن الرماد شذاها، لصنعة التي ترضي جميع ملوكها وتهوى وتستجدي ملوك سواها، لصنعة التي تأتي وتغرب فجأة لتأتي ويجتاز الغروب ضحاها. ولأنه موغل في ذاتيته الوطنية، متبتل في محراب شعبه، عاش البرادوني ثابتا واضحا واقفا في صف المواطن البسيط، فأبدع أكثر من 12 ديوانا شعريا وثمان دراسات نقدية مختلفة، ترجمت له عدد من الأعمال ونال جوائز عديدة، أهمها جائزة مهرجان جرش الرابع بالأردن ومهرجان أبي تمام بالموصل في العراق. لكنها رغم بخل الغيث ما طرحت حبلى، وفي بطنها قحطان أو كرب، وفي أسى مقلتيها يغتلي يمن ثان كحلم الصبا ينأى ويقترب. رحل الأديب الكبير البرادوني جسدا فيما بقيت روحه محلقة بين أوساط محبيه داخل الوطن وخارجه، ليستمد اليمنيون من درر ألفاظه معاني الشموخ والصمود.